السادة المستمعين والمستمعات، أجدد لكم التحية فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمدك يا رب حمدا لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت به على نفسك، جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. أحمدك يا رب حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي إلهي، لولا أنك بالفضل تجود، ما كان عبدك إلى الذنب يعود. ولولا محبتك للغفران، ما أمهلت من يبارزك بالعصيان، وأسبلت سترك على من أسبل ذيل النسيان، وقابلت إساءتنا منك بالإحسان. إلهي، ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة، ولولا كرمك ما ألهمتنا المعذرة. أنت المبتدئ بالنوال قبل السؤال، والمعطي من الإفضال فوق الأمال. إنا لا نرجو إلا غفرانك، ولا نطلب إلا إحسانك. إلهي، أنت المحسن وأنا المسيء، ومن شأن المحسن إتمام إحسانه، ومن شأن المسيء الاعتراف بعدوانه. يا من أمهل وما أهمل، يا من أمهل وما أهمل، وستر حتى كأنه قد غفر. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. أحنا المذنبون وأنت الغفور الرحيم، فاغفر اللهم ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا رب سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا رب سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا، اللهم اصلح بيوتنا، اللهم اصلح أزواج المسلمين والمسلمات، اللهم انصر دينك وجندك يا رب العالمين. اللهم اقضي حوائجنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغالقا للشر. يا رب، طلبة العلم من أبنائنا اللهم نجحهم، اللهم وفقهم يا رب، اللهم اهدهم ووفقهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السادة المستمعين والمستمعات، إن شاء الله يعني قبل ما ندخل على درس اليوم، فإن شاء الله يعني نذكر ب يعني الأذكار والدعاء اللي حفظناه الأسبوع الماضي. إن شاء الله تعلمنا في الأسبوع الماضي الدعاء أو الذكر عندما نروح نزور إنسان رزق ربي ولد، عندما نروح نبارك الإنسان زاد عنده مولود بنت ولا ذكر ولا ولد. فقلنا لما الإنسان دائما يروح يزور إنسان ويبارك له لأنه زاد عنده مولود، فيقول بارك الله لك في الموهوب لك، بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهبة وبلغ أشده، ورزقت بره، ورزقت بره. إذن أي جعله الله سبحانه وتعالى لك طائعا، باش رب العالمين يجعل هذا الولد هذا إن شاء الله اللي تزاد عندك، إن شاء الله يجعله يكبر في الطاعة تاع الله سبحانه وتعالى.
واللي يكبر في الطاعة تاع الله يكبر كذلك في طاعة والديه، يكبر كذلك في طاعة والديه. هذا الدعاء حفظناه الأسبوع الماضي. الآن كيفاش يرد؟ كومو يفا غيبوندر الإنسان هذا اللي رحنا نزوروه، أو المرأة هذه اللي رحت تزوريها وعندها ولد، زاد عندها ولد، وقلت لها أنت هذا الدعاء، كيفاش ترد عليك هي؟ يعني لا ريبونس، يعني لا ريكوبونس تاع يعني هذا لوم كي لا اي ان انفون، ولا لا فام كي لا اي ان انفون ولا اي في، كومو ال فا ريبوندر ان شاء الله. فتقول ويرد عليك هو ولا هي: بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك. الله أكبر. بارك الله لك وبارك عليك، يعني بارك الله لك في زوجتك وبارك عليك وجزاك الله خير. يعني هذه الخطوات، يعني هذه الخطوات اللي جيتني وجيت تفرح معايا وجيت تزورني وتونسني، فربي هو اللي جزيك إن شاء الله. هذه الخطوات تكون في ميزان حسناتك. ورزقك الله مثله، يعني وربي يعطيك حتى أنت ثاني إن شاء الله، ويفرحك حتى أنت كذلك إن شاء الله. وأجزل ثوابك، وربي إن شاء الله يعني يعظم يعني سبحان الله يعني يكثر لك الأجر والثواب إن شاء الله. إذن ce qui doit répondre, يعني son interlocuteur, lorsqu'il le félicite, lorsqu'on le félicite, il dit qu'Allah l'accorde ses bénédictions, qu'Allah يعني t'accorde ses bénédictions, et qu'il répond à celle-ci sur toi. Et qu'il réponde يعني celle-ci sur toi, que Allah te compense d'une bonne récompense, t'accorde un enfant semblable à celui-ci et te donne une rétribution abondante, inshallah. إذن بارك يعني بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك. بسيطة سهلة يا إخواني. بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خير ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك. إن شاء الله هذا هو الدعاء اللي غادي نحفظه إن شاء الله يعني هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى. ندخل على مذاكرة اليوم سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله. اللهم وفقنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا يا رب العالمين. يا إخواني، لنا وقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام. في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لنا واحد الوقفة نحتاجها اليوم، نحتاجها في هذا العصر، في هذا الوقت يا إخواني. إنها وقفة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، مع عمه أبي طالب. وقفة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي طالب هي وقفة إنسان، يعني هكذا نمثلها يا إخواني، يعني وهذه الحقيقة سيلا رياليتي، هي وقفة إنسان مسلم مع واحد ماهوش مسلم. فالنبي مسلم وكان يدعو للإسلام، وعمه ما لقريش يا عمه، ولكن لم يسلم، لم يسلم النبي عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش يعني قريش لما ساومت النبي عليه الصلاة والسلام، ils ont fait des propositions للنبي عليه الصلاة والسلام، باش يسكت، باش يحبس على لا إله إلا الله، ما يظلش الناس عبدوا ربي عبدوا ربي، أو يسكت علينا ونعطوك شك بغيت. هذه في كل وقت وفي كل زمان الدعاة والعلماء يحبوا يسكتوهم. قال اسكت سيدي، شراك باغي؟ باغي كرسي؟ باغي منصب؟ نعطوك. باغي تولي وزير؟ نعطوك. اسكت علينا برك. لأن أهل الباطل يضرهم، يعني العدو تاعهم الأول هما أهل الحق. سبحان الله، أهل الباطل العدو تاعهم الأول هو أهل الحق. ووقتاش أهل الباطل يصيبوا الميدان خاوي، كونتاس يعني الناس اللي كيسونتيغاري أهل الباطل، وقتاش يعني يتخوف دو تيران فيد، لما أهل الحق لي جون كي بوسيد لا فيريتي لما يسكتوا وما يأدوش الرسالة تاعهم، فهنا يلعبوا أصحاب الباطل وينتفخوا كذا. أما لما أهل الحق أصحاب العلم والعلماء العاملين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يأدوا الواجب تاعهم ويقوموا الواجب تاعهم، أهل الباطل يرقدوا يهربوا. ربي يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما يقدرش يوقف واحد يكذب قدام واحد ما يكذبش، امبوسيبل. لما تجيب واحد يكذب وواحد ما يكذبش، هذاك اللي راسها صحيح وما يكذبش، الكذاب جامي يجي قدامه يقدر يوقف وجهها صحيح، لانه يعني يكذب.
فكذلك الحق والباطل، الباطل عمره ما يقدر يوقف أمام الحق، سبحان الله، الباطل عمره ما يقدر يوقف أمام الحق. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني لما ساومته قريش فرسلوا له مع عمه، هذا مع عمه أبي طالب، قالوا يا أبا طالب روح لولد خوك وقول له يا ولدي شرك باغي، إذا رك باغي الدراهم نجمعوا لك الدراهم حتى تولي أنت لبلوريج دو موند، سي تو مالاد أون تو غامل لي ميور ميدسان دو موند، سي تو فو لو بوفوار أون تلو دون، سبحان الله أون تلو ساد، سي تو فو مانيش عارف أنا سي تو Dites-nous qu'est-ce que tu veux. Mais l'essentiel, arrête. Arrête de faire du prolétisme. يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Arrête. بحبس من هذه لا إله إلا الله يا قوم يعبدوا الله حبس. فلما راح أبو طالب قالوا يا ابن أخي أنا جايب لك دي بروبوزيشن اسمع مني ما أقول. فقالوا تفضل. قالوا يا ابن أخي قريش راهي تعرض عليك وتقول لك إذا كنت تريد بهذا الدين تاعك باغي الحكم نعطوه لك، سي تو شيرش لو بوفوار اون لو دون، إلا راك باغي المال نجمعو لك، سي تو فو دو لارجون اون تو غاماس تو سورا لو بلو ريش، سي تو اي مالاد اون تو غامل لي ميور ميدسان، المهم برك حبس على لا إله إلا الله. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا عم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما فعلت. قال له يا عم لو كان يجيبوا الشمس يحطوها لي في اليمنى ويجيبوا القمر يحطوه لي في اليسرى ما نحبش، يعني هذا اللي بروبوزيشن تاعهم ما يخلعونيش وماشي ما غاديش يحبسوني عن الحق. هذا يسمى عند العلماء يعني الرجال أصحاب المبادئ، الرجال اللي ما يخدعهمش الكرسي ولا يخدعهم الجاه ولا يخدعهم اللي مش عارف انا يعني الشهرة ولا لا، وانما اصحاب المبادئ ما يتحولش على المبدأ بتاعه ابدا، ما يتبدلش ابدا على المبدأ بتاعه. فلما سمع عمه هذا الكلام ووصله القريش فعرفوا بانه خلاص هذا الرجل سوف يذهب بعيد الفيالي الوان وان وان وان، وفعلا وفعلا وصلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت ومست المعمورة كلها يا إخواني، وما زال النصر تاعها، ما زال النصر تاعها إن شاء الله، وما زال نورها يصل إلينا ويصل إلى من بعدنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. المهم يا إخواني مشي هذا هو، لكن فقط مقدم. فقلت يا إخواني لنا موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه. فلما سمع أبو طالب يعني لما سمع أبي طالب من النبي هذا الكلام اش قالوا؟ قالوا يا ابن أخي يا ابن أخي يعني قل ما شئت فوالله لن يصل إليك أحد، يعني قال له ما دامني حي قل لي اطلع لك، بلغ دعوتك هدر على الدين هدر على الإسلام فوالله لن يصل إليك أحد، سبحان الله. ثم يعني je veux te protéger je veux être pour toi une protection il y a personne qui peut te toucher tant que je suis vivant vas-y سبحان الله. لأنه عارف أن الرجل متيقن صاحب مبدأ صاحب مبادئ. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني كيف يرد هذه الوقفة، كيفاش يرد هذا يعني الجميل يعني هذا الوقفة تاع الرجل معه، قل ما شئت فوالله لن يصلوا إليك، وقف معاه سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كيف يرد هذه الوقفة وهذا الخير وهذا الجميل يا إخواني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في العام اللي مات فيه عمه، العام اللي مات فيه عمه أبا طالب، حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، حتى أنه هذا العام اللي مات فيه عمه يسمى عام الحزن، عام الحزن، مات فيه عمه وماتت فيه زوجته خديجة رضي الله عنها، فسمي هذا العام عام الحزن، سبحان الله. فحزن النبي لموت عمه، ثم أنه لما كان عمه يطلع في الروح راح له النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة،
قل برك لا إله إلا الله نشهد لك بها يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. ولكن ما تعمه ولم يقولها، ما تعمه ولم يقولها يا إخواني. إذن هذه الوقفة يا إخواني ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام وما بين عمه، الرسول مسلم مؤمن وعمه كافر مشرك لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذا ما منعش يا إخواني، ما منعش أنك مسلم وهذا كافر، لم يمنع أن تكون بينهما علاقة. سبحان الله العظيم، يعني لم يمنع أن تكون بينهم تواصل. سبحان الله العظيم، وهذا مبدأ مهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومبدأ مهم في حياة الإنسان المسلم. على احنا يا الإسلام تاع اليوم الناس بغي يصوروا هنا غير بغض وكراهية وحقد وكذا، وشنا على الإسلام تاعنا دين تاع رحمة، دين تاع تعامل، دين تاع محبة. سبحان الله العظيم، سبحان الله، على حابين ينحونا هذا الجانب المهم في ديننا اللي هي الرحمة والمحبة والمودة. سبحان الله، على بغي نردوا هذا الدين تاعنا نردوه يابس ما في حتى بنا. سبحان الله العظيم، لا، الدين تاعنا طري. سبحان الله، الدين تاعنا عزيز، الدين تاعنا تاع رحمة. سبحان الله العظيم، حتى مع غير المسلم، ها هو الرسول مع عمه. سبحان الله، ها هو يحزن النبي على موته، يحزن النبي على موت عمه، ما قالش لأنه كافر خلي تاكله النار يروح تهني، لا، سبحان إنسان، هو إنسان قبل كل شيء، حتى وإن خالفني. سبحان الله، سيلي بابا غاي كوم موا مي جو لو دوا دو ريسبي، جو لو دوا دو ريسبي سي اوتون كان اتر هيومان. لما النبي عليه الصلاة والسلام تمر عليه جنازة تاع يهودي، ما كانش يعرف النبي أنها جنازة يهودي، المهم مرت عليه جنازة فوقف لها النبي، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتراما لهذه الجنازة. فلما مرت الجنازة فاتت قالوا لها الصحابة يا رسول الله إنها جنازة يهودي، عليه وقفت، هذا يهودي مات. فقال لهم النبي أليست نفس سيبا ناتريما، يهودي نصراني مسلمي أفونتو سيتا ناتريما جلود ودوريسبي. سبحان الله العظيم، هذا مبدأ مهم يا إخواني. سبحان الله العظيم، في حياتنا، في حياتنا أنا نشوف للإنسان قبل ما نشوف للدين تاعه ولا للون تاعه، أشوف فيه أنه إنسان، أنه إنسان. سبحان الله، c'est un être humain que je le dois de respect et qu'il me doit aussi de respect en dehors de ma religion, ma race, mais autant qu'un être humain. سبحان الله، إذن هذه علاقة، ها والنبي عليه يعلمنا يا إخواني، ما في مانع أنك تكون لك علاقة مع واحد ماهوش كيما انت، ماهوش مسلم كيما انت، ما في مانع. سبحان الله، سواء كان يهودي او كان نصراني او كان يعني مانيش عارف كذا، لا مانع. سبحان الله العظيم. ثم كذلك يا اخواني في هذه القصة قد يعني قد يجي المعونة او يجي النصر والمؤازرة حتى من غير المسلمين، مرات تصيبها سبحان الله العظيم في غير المسلمين، مرات تصيب يعني غير المسلمين يتهلاو فيك خير من المسلمين كيما انت، ويحنوا عليك اكثر من المسلمين كيما انت. سبحان الله، انا نشوفو فيهم يا اخواني. سبحان الله، يا نا دي جون كي ساكريفيس كي سون با مسلمون مي ساكريفيس لا في بور لي مسلمون، با انيكمو بور لي مسلمون، بور لومانيتي، بور لومانيتي. سبحان الله، إذا فقد تأتيك، قد تصيب مثلا قاوري ولا يهودي يعاونك بلك أكثر من اللي يعاونك المسلمين، وقد تجد فيه الرحمة كذلك، وهذا لا يمنع. سبحان الله، لا يمنع يا إخواني. ولهذا يا إخواني لا يجوز أنك تظلمه أو تتعدى عليه أو تأكل له رزقه أو تخونه بحكم أنه ماهوش مسلم، الإسلام لا يجيز لك ذلك. سبحان الله، هذا الناس اللي باسم الإسلام يروح يخول لك يهودي ولا يخول لك قاوري ولا يخول لك من يشعر يقول لك هذا كفار، ما عليش الدير ريمي هذا كفار، ديري فام إيزوري هذا كفار، روحي الكارفور كولي وخوني هذا كفار، يجوز غانيمة. هذا ليس دين، هذا الدين يا إخواني ما هوش ديننا اللي نأمنوا به والذين دينوا به لله سبحانه وتعالى. يا إخواني النبي ما قالش لعمه أنت كافر ما نستحقكش، أنت كافر يا أخويا ما تجيش في طريقي، أنت كافر ما تهدرش معايا، لا. سبحان الله،
ولا قال له انا ما نقبلش المساعده تاعك، سيكوا او ندافع على روحي ولا نخليني، لا قالوا من لن يصل اليك ما دامني حي، سبحان الله. وما قالاش لك تدخل في ديني بالسيف ولا كذا، عرض عليه الدين، يحب يسلم مرحبا، ما يحبش يسلم الله يسهل عليه، سبحان الله. اذا فهذا درس لنا يا اخواني، ان نتحلى بالحكمه، ان نتحلى بالحكمه. il faut qu'on soit sage يا اخواني، سبحان الله. il faut qu'on soit sage، il faut qu'on soit intelligent، سبحان الله. ولا بد ان نكون عون لبعضنا البعض، سبحان الله، بغض النظر عن دين الانسان او عن انتمائه او عن لونه ولا كذا. وفي قصص الصحابه وفي سيره النبي عليه الصلاه والسلام عشرات عشرات القصص من كما هذه يا اخواني، سبحان الله. فانت مهمتك يا مسلم، انت مهمتك يا اختي المسلمه هو الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، تبليغ الرساله فقط لا غير. لكن الهدايه هذه في يد الله، مش في يدي انا ولا في يدك انت ولا في يد. الهدايه في يد الله سبحانه وتعالى، الهدايه بيد الله. وهذا الكلام راه كلام معروف، لكن للاسف الشديد لا نطبقه يا اخواني. تصيب بعض الدعاه يغضبوا كي ما يسمع لهش واحد، سبحان الله، ولا لم يمتثل ولا ما يمتثلش الانسان لكلامه، تقول انت باغي سيف عليه بالسيف، لا، سبحان الله. فانت يا اخي تكلم، بلغ يا اخي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ربي ما لا ربي سبحانه وتعالى ما قالناش فوز امبوزي او جون ولا فو فورسي لي جون، سبحان الله. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ افانت تكره الناس هو بالسيف؟ لا، سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يجي لعمه وهو على فراش الموت، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. همه صلى الله عليه وسلم كان أن يهديه الله، ولكن الله لم يفعل. كان النبي حارس، كان النبي واقف عند راسه، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، ولكن ما هيش في يده، هو ليست بيده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية من عند ربي تجي، الهداية تجي من عند ربي سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سبحان الله. مرة تصيب إنسان يعتنق الإسلام، بابه كافر، أمه كافرة، أو وهو مسلم، علاه؟ لأن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى يا إخوان، الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. إذا احنا مهمتنا هي الدعوة إلى الله، هي تبليغ الرسالة. أما الإنسان يؤمن أو لا يؤمن فهذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حبيت نقول يا إخواني أن الأخلاق مهمة جدا، سبحان الله. لكن الأخلاق معها الإيمان، لأن الجور عندهم الأخلاق، عندهم الإديكاسيون، سبحان الله، ولكن ما عندهمش الإيمان. وأخلاق بدون إيمان يعني ما تفيدش يا إخواني، لابد أخلاق معها الإيمان، سبحان الله. فعم الرسول كان ذو أخلاق عالية، سبحان الله، فكان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم ويعامل كل إنسان مسلم معاملة حسنة. عمره ما آذى مسلم، عمره ما وصل بالأذى لإنسان مسلم، ولكنه لم يؤمن يا إخواني. رغم الطيبة تاعه، رغم الطيبة تاعه والملاحة تاعه، وما يبغيش الحجرة وما يبغيش كذا، لكن هذا ما تكفيش، لابد معها الإيمان، لابد معها الإيمان. فالأخلاق وحدها لا تكفي، وإنما احنا نريد يا إخواني أخلاق زائد إيمان، أخلاق زائد إيمان معا، يعني ما نقدروش نفصلوا بيناتهم يا إخواني، أخلاق زائد إيمان، هذا هو إن شاء الله. نريد صلاة ومعها الصدق، إنسان يصلي وما يكذبش، إنسان يصلي وما يخونش، سبحان الله. نريد إنسان يصلي ونظيف ومش موسخ، سبحان الله. نريد إنسان يصوم وما يسرقش، سبحان الله. نريد زكاة، أن الإنسان يعطي من ماله، بصح كذلك نريد زكاة وإتقان، أنك تخدم خدمة خدمها نيشان، سبحان الله العظيم، اتقنها. نبغوك تروح للجامع، ما تروحش للجامع تقول انت راك رافد السلاح للناس، روح للجامع وانت يا تضحك للناس مع بشاشة، بشاشة في الناس اللي تلقاهم عند باب الجامع، بشاشة في الناس اللي داخل في الجامع، بشاشة للناس اللي في طريقك.
او انت رايح للجامع حتى السلام عليكم يقولها لك واحد ما ترداش، او انت رايح للجامع. والله يا اخواني لما تشوف في صلاة الفجر اسانكر دي ماتان، اسانكر دي ماتان كما قال لك الواحد الارتيام، الارتيام عاد تقول يا فتاح يا رزاق بسم الله، عاد باغي نبداو. وتشوف انسان بالقميص، والله يا اخواني هذا كلام حقيقي، تشوف انسان بقميصه قميص ولحيه وخرمطريك ينقز من غير ما يخلص التيك، ينقز في هذيك لابورن هذيك قبل عبايته بسنيه وينقز. سبحان الله على 5 تاع الصباح وين رايح باغي يصلي الفجر؟ هذا الفجر اللي راح تصلي فيه وانت حارق الارتيام، علاه البيز تاع بويك المترو التراموي تاع يماك؟ ما هو لازم تدفع الثمن، سبحان الله ركبت لازم تخلص. واذا ما شافكش الكنترولر لكن شافك الرب سبحانه وتعالى راك باغي تروح توقف بين يديه، توقف بين يديه وانت يا سبحان الله ماكش تراقبه خش ما شافكش الكنترولر. ومع صلاة الفجر ولا في صلاة الجمعة كيف تركب لي انت يا من السنتر فيل وتروح لا كابلات ولا المارشي اوبيس ولا مش عارفين في البيس وانت حارق، وراك رايح نحصل الجمعة وحارق في البيس؟ اي جمعة لك باغي تصلي يا اخي؟ اي صلاة؟ كيف بحجابك ونقاب وخرام طريق وانتي وبنتك والبوسات وحارقين في ثلاثة؟ علاه؟ اي دين يقول هذا يا اخواني سبحان الله؟ اي دين؟ وش من دين يقول هذا الشيء، هذه الامور هذه سبحان الله؟ كيف هي عجبة سبحان الله العظيم. الجامع اللي باغي تصلي فيه، الجامع اللي باغي تصلي فيه توسخ فيه، تقاشيرك فيهم الريحة، ريحتك خليها على الله سبحان الله. هذا جامع يا أخي المفروض كما غادي تصلي فيه أول حاجة قبل ما تصلي لازم تحافظ على النظافة تاعه، على النقاوة تاعه سبحان الله العظيم. إذن فيا إخواني سبحان الله احنا نريد إيمان زائد أخلاق، نريد إنسان مصلي بصح نظيف، إنسان مصلي ما يحرقش البيس، إنسان مصلي ما يسرقش، إنسان مصلي موش كيصلي يخرج يبيع الدخان، موش كيصلي يروح يعني يخرج يزقي في الزنق وموسخ، لا. نريد مرأة متحجبة كي تمشي تمشي في شيتها المشية تاعها بحشمة وبوقار وكذا، كي تتكلم تتكلم بصوت يعني بأداب سبحان الله، تتكلم بأداب ما ترفع صوتها، ما تزقيش، ما تقهقهش في الطريق، ما تمشي شوية تمزخ في الشوين قوم تقول تاركي كذلك سبحان الله. فيه أداب، فيه أداب يا إخواني سبحان الله. لما تشوف واحدة متحجبة في لاري تاع البيز دايرة قارو تكمي في قارو، أي أداب هذه سبحان الله العظيم. إذن فنريد إسلام يا إخواني في الأخلاق وحدها. قلت لكم عمر الرسول كان طيب معاه، قال له قل ما شئت واحد ما يصليك سبحان الله، ولكن كانت غير أخلاق وحدها ما كانش معها الإيمان، لأنه جاه الرسول وقال له يا عم قل لا إله إلا الله، غير قول برك لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، ما قالهاش. إذن ما تنفعش هذه الأخلاق، ما تنفعش يعني. لكن لو كانت تكون معها الإيمان تنفع، لو كانت تكون أخلاق زائد إيمان تنفع يا إخواني إن شاء الله. كذلك يا إخواني إن شاء الله في هذه يعني الوقفة عن النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه، مع عمه هناك درس واحد آخر يا إخواني مهم جدا، وهو هذه التقاليد يا إخواني. لأنه شاه اللي عمى أبا طالب عن باش يقول لا إله إلا الله، وش هو اللي ما خلاش باش يقول لا إله إلا الله؟ هو التقاليد سبحان الله، العادات تاع الآباء والأجداد. حشم وشاي تقول قريش عليا كان نقول لا إله إلا الله، هذا هو اللي ما خلاش يقول لا إله إلا الله. وشا غادي تقول قريش على أبا طالب لو كان يقول لا إله، فخلاته ما يقولش لا إله إلا الله، وفضل الكفر على الإيمان، فضل الكفر على الإيمان. وهذه اتباع التقاليد والعادات كثير ما تهلك الأمة وكثير ما تهلك الإنسان سبحان الله. تقول له يا أخي ها هي السنة، السنة باللي يا ودي ما كانش الربعين، السنة يا ولدي ما كانش هذا يعني الأسبوع هذا ما كانش، لا يقول لك يا أخويا وش يقولوا الناس؟ يا هذه جدودنا سيدي سبحان الله، من اللي حلينا علينا صبنا جدودنا يديروها وصبنا والدينا يديروها، الحي اللي جابوها لنا جديدة ولا كل شيء. وإذا فعلوا فاحشة كما قال الله سبحانه، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بهذا،
حاشا لله، ربي ما يأمر بالمنكر يا إخواني، سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعني عم النبي أبا طالب وهو على فراش الموت جاه، يعني جاته قريش قالوا أترغب عن ملة أبي طالب؟ حب تموت على غير ملة أبي طالب؟ وش هبلت؟ فهو حشومة، جاته حشومة أنه يؤمن، سبحان الله. واليوم اليوم كان كذلك كثير من الناس، سبحان الله العظيم، كثير من الناس يشد لك في التقاليد ويشد لك في العادات، هذه عادة جدودنا وهذه عادة من يعرف كذا وهذه كذا، وهو السنة قدامه، السنة تاع النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. ويفضل العادة تاع جدوده ولا تاع مواليه ولا كذا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقول لك اخويا حنايا احنا عدنا في مش عارف انا في تونس ولا عدنا في الجزائر ولا عدنا في المروك ولا عدنا، احنا نديرو كيما هاك في المروك. يا اخي انت في الجزائر ولا في المروك ولا في تونس مش هذا هو الريفرنس تاعك، انت مسلم. قل لي واش يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قل لي واش يقول رب العالمين، صح. اما انت في تونس ولا في المغرب ولا مش عارف كذا، فهذه عادات وتقاليد يا اخواني، سبحان الله. فبعض الناس للاسف الشديد يا اخواني العادات والتقاليد تاع جدودهم والاباء تاعهم يعني يفضلهم على سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويفضلهم على شرع رب العالمين. علاه؟ خايفين الناس واش تقول، تقول الناس ولا تقعد يا اخي، سبحان الله. انا كمسلم يهمني مرضات الله سبحانه وتعالى، يهمني ارضاء الله سبحانه وتعالى، واش يقول علي يا رب العالمين، وما الناس يا اخي قايله، سبحان الله. اذا هذه العادات وهذه التقاليد كذلك يا إخواني قد تعمي الإنسان وقد تدمر الإنسان وقد تدمر الإنسان. فالإنسان المسلم لا ريفيرونس تاعه والمرجع تاعه هو قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يعني عمل الصحابة رضوان الله عليهم، والخير في الاتباع والشر في الابتداع يا إخواني، سبحان الله. ما يكون الإنسان مقلد، ولا بد الإنسان يفكر، سبحان الله. لابد أن الإنسان يخدم العقل يعطى له رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحق ظاهر، الحق بين، الحق بين يا إخواني، وطريق الحق بينة. ومن صار على الدرب وصل، ومن صار على الدرب وصل إن شاء الله. إذن هذه بعض النقاط إن شاء الله في هذه الوقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع عمه يا إخواني. ليش هذا الكلام؟ لماذا هذا الكلام؟ لأننا احنا عايشين في مجتمع كما المجتمع اللي كان عايش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كاين يهود، كاين كفار، كاين منافقين، كاين مسيحيين، كاين كذا. إذا فنحتاج إلى هذه الوقفات، نحتاج إلى مثل هذه الدروس حتى نتعلم كيف نعامل الناس يا إخواني، كيف نتعامل مع الناس. فما رناش وحدنا في هذه البلاد، ما رناش وحدنا في هذه البلاد، ولا نستطيع أن نفرض على الناس يعني الأشياء تاعنا، لا. وإنما أن نتعامل مع الناس بمبادئ ديننا. والله 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 كل حاجة تشوفوها عند الجور زينة، أعرفوا باللي الإسلام سبقهم لها. لما تشوف عند الجور باللي الخدمة تاعو كي يخدمها نيشان، فالإسلام سبقهم الإتقان تاع العمل. لما تسيب الجور يعطيك رونديفو يوفي به، الإسلام سبقهم إلى ذلك، الوفاء بالعهد. لما تصيب الإنسان سبحان الله العظيم كي يتكلم بالعقل وبأداب، الإسلام سبقهم إلى ذلك. فنهانا عن رفع الصوت، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. احنا المصيبة يا إخواني أننا بعيدين عن أخلاق ديننا يا إخواني، بعيدين عن، ولو عدنا إلى ديننا وتمسكنا بأخلاق ديننا سبحانه، والله سوف نعلم البشرية ونكون معلمين للبشرية بحق، مش بالباطل، بالحق، لأن ديننا دين الحق يا إخواني. إن شاء الله، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله لي في أسماعكم مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله. نصل إلى الفقرة الموالية من فقرات برنامجنا إن شاء الله، وهي فقرة الأسئلة والإجابة عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. نذكر برقم الهاتف 0491 2